تلقي المواطنين الجرعة التنشيطية لا يقل أهمية عن تلقيهم الجرعة الأولى والثانية، لذا قامت وزارة الصحة والسكان بتوفير الجرعة التنشيطية للمواطنين الذين مضى على أخذهم للقاحات 6 أشهر. ومن داخل أرض المعارض نتابع معكم كيفية الحصول على الجرعة التنشيطية. النهاردة هنتكلم عن الجرعة التنشيطية وهي الجرعة المعززة لتطعيمات كورونا. الـ WHO طبعاً أوصى بالجرعة الثالثة المعززة وتم الموافقة عليها، وبدأنا في مصر تطبيقها من حوالي 10 أيام. الجرعة الثالثة التنشيطية دي بيتم توفيرها أوتوماتيك برسائل بتوصل للمواطنين على الموبايل على نفس الرقم اللي سجلوا عليه، بيبقى بعد مرور 6 شهور من الجرعة الثانية، وبتروح لهم على نفس مكان تطعيم الجرعة الثانية. تطعيم الجرعة الثالثة الجرعة التنشيطية بقت متاحة لجميع الفئات، لكل من حصل على الجرعتين، ومستقبلا في القريب العاجل هيكون كل الناس اللي حصلوا على جرعتين من التطعيم حصلوا على 3 جرعات علشان كله يبقى ممنع ضد الكورونا. جاي عشان اخد الجرعه الثالثه، المفروض ان المسج اتبعتت لي من 3 ايام والميعادين النهارده. خدت الجرعه الثالثه من يومين فايزر، وجايبه بنت النهارده تاخدها، دليل على ان لو كان حصل لي حاجه ما كنتش جبت بنتي. يعني ما حصلش اي حاجه والله، ما حصل لي ولا حتى خدت حبايه ولا صداع ولا اي حاجه، وانا ست عندي 70 سنة، يعني مش ست صغيره. اخدت الجرعتين الاولانيين وجيت النهارده اخدت تالت جرعه ومش تعبانه ولا اي حاجه. الحمد لله انا خدت الجرعه الثانيه من حوالي 6 اشهر، وبعدين فوجئت ان في رساله على الموبايل يعني ان في الجرعه الثالثه، فجيت عشان اخد الجرعه الثالثه. انا كنت المفروض الجرعه الثانيه اخدها 8/6، فجت لي رساله اخد الجرعه الثالثه. وده شيء مفروض اللي محدش بيفاصل فيه، ان الناس مفروض بتاخد الجرعه الثالثه بدون ما بتدور، لانها خدت الجرعه الاولى والجرعه الثانيه، وده حمايه لكل الناس. جالي يعني من كام يوم مسج ان انا النهارده عندي الجرعه الثالثه من غير ما انا اقدم على اي حاجه، وبس يعني الموضوع ما خدش وقت خالص، 5 دقايق بالكتير يعني، وكنت مخلصه كل حاجه. بدانا التجهيزات في ارض المعارض، خصصنا العيادات وقسمنا 2 زون مخصوصين للجرعه التنشيطيه عشان المواطنين يجي يحصلوا عليها بكل سهوله ويسر. انا اتصلت بوزاره الصحه على رقم 15335، قلت لهم انا بشكركم على المكان اللي في ارض المعارض وعلى معامله الناس اللي هناك، لانهم ناس يعني لدرجه انه قلت له انا حاسه يعني، وانا في المكان كنت حاسه ان انا في اوروبا. المكان هنا منظم جدا جدا. دخلت 2 دقيقة كنت واخد الجرعه وخاتم الكارت، فبصراحه دي حاجه مشكور يعني، مجهود انتوا مشكورين عليه يعني. لا الموضوع كله كان كويس جدا ومنظم وما خدش وقت خالص يعني. كل انواع التطعيمات المختلفه ليها بوستر دوز اللي هي الجرعه التنشيطيه بعد مرور 6 شهور من اي نوع تطعيم، فيقدر يحصل على الجرعه المنشطه بتاعته. بالنسبه للسيستم وتعديل السيستم اللي حصل فيه، السيستم كان مفتوح فيه جزء جرعه اولى وجزء جرعه ثانيه، اتفتح فيه الجرعه التنشيطيه. بندخل بيانات المريض وفعلا بيتم ظهور المعلومات دي الخاصه بيه، اذا كان رقم قومي او اسمه والرقم التسجيلي سجل بيه، بنتاكد من البيانات دي وبنتم تاكيد الجرعه التنشيطيه للمريض. بعد ما بيحصل على الجرعه الثالثه من حقه ان احنا نختم له على الكارت انه حصل على الجرعه الثالثه، وهو طبعا بيبقى موجود على السيستم انه خد جرعاته الاولى والثانيه والثالثه. احنا بناخدها عشان بنحفز جهاز المناعه ونحافظ على مستوى عالي من الاجسام المناعيه في جسمنا، بحيث ان احنا نقدر نقاوم المرض. وزي ما ملاحظ في الفتره الاخيره نتيجه التطعيمات تقلص اعداد الاصابه كورونا وتقلص المضاعفات للمصابين بيها، وده كله طبعا بفضل التطعيمات اللي اكتمت على نطاق واسع في الشهور الماضيه. طالما ده شيء وقائي فلابد من الوقايه، لان الوقايه خير من العلاج. واحد عيان لا ياخد دواء، ياخد مصل عشان احتياطي. والدتي برضو خدته وسنها كبير وما فيش منه اي ضرر، بالعكس هو ممكن هيحمينا اكتر يعني، حتى لو الفيروس جالي لا قدر الله الموضوع هيبقى سهل وبسيط، هيعدي على خير. وبنصح ان الناس كلها تاخد الجرعه الثالثه، فكل واحد لازم يحصن نفسه بالجرعات اللي الدولة إعلن عليها، حاجة مفيدة لينا، فليه لأ يعني. رئيس الجمهورية واخد باله من حاجات كتير مش حاجة واحدة بس. دولة بتعمل عليه زيادة، هم اللي بعتولنا عشان خايفين على صحة الناس والجمهور والشعب، فبعتولنا ناخد الجرعة التالتة لعلاس يأمنوا علينا. تلقيك لقاحات فيروس كورونا المستجد مش بس بتحميك من خطر الإصابة بفيروس كورونا، دي كمان بتحمي أسرتك وبتحمي من حولك، بالإضافة على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية عشان نضمن صحتك وسلامتك.